الناس لما بتكون في حالة عصبية أو توتر مش بتاكل، وفي ناس بتحط همها وقلقها كله في الأكل. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن النوع التاني اللي لما بيزعل أو يتوتر بيضرب محشي أو كشري. إزاي نوقف الارتباط بين الأكل والقلق؟ استنونا في حلقة النهاردة من الأهلي دار. المشكلة اللي بتيجي دايما في العيادة، أنا دكتورة آكل ساعة ببقى متوترة متعصبة، عندي قلق، عندي امتحان، عندي مش عارف إيه، ما بقدرش أتحكم في نفسي، عمالة بفتح التلاجة كل ما أنا متضايقة وأفتح التلاجة وآكل. دي المشكلة اللي أكتر حاجة بتواجهنا، أنا جعان على طول لما بالذات بنفعل. تيجي ماما واحدة تلاقيني تقول لك أنا واكلة دكتورة كيلو سوداني، انا اكلته، انا مش عارف ايه ليه، طيب عشان انا عندي امتحان، اصل انا عندي بكره مش عارف ايه، كل ده التوتر. في ناس تلاقيها تقول لك انا ما باكلش ساعه ما بكون منفعل، وهو ده الشقين، ان هو اول حاجه في التوتر او في القلق ان هو بيفرز الهرمون. اول التوتر خالص بنفرز هرمون ان هو بيخليني لا اللي هو الابنفرين او الادرينالين، ان انا ايه ما باكلش، نفسي مسدوده شويه شويه، لا ده التوتر ما بيتشالش، انا متوتره وقلقانه وعندي الامتحان واصل ده مش عارف ايه، وبفكر اصل ده هيعمل ايه، وشايله الهم مش عارف من كذا، كل ما ده يروح ازاي بقى الهرمون الابنفرين ده ينزل ويجي لي هرمون الكورتيزول اللي يبدا يزيد في جسمي، فيزيد كل ما يزيد هيخلي ان انا جعانه، شهيتي تتفتح. طيب هنعمل ايه؟ ده انا شهيتي بقى مش مفتوحه لكده عادي، ده انا شهيتي مفتوحه للدهون وللسكريات، يبقى عندي عاملين يخلوني ان انا باكل يزيد في الوزن، عامل التوتر اللي هو زود لي الكورتيزول، وعامل ان انا زايده في الوزن باكل دهون وسكريات عشان تقلل من توتري. الدهون والسكريات مشكلتها انها بتديني طاقه وفي نفس الوقت بتقلل من التوتر بتاعي. ازاي تقلل من التوتر؟ ازاي اكل حاجه حلوه وتوتر؟ ايوه، لانها بتوصل للمخ انها ايه زي راحه كده بتطبطب عليه، بمعنى اصح انا حسيت براحه وهي بتطبطب عليا فبتديني متعه بتخليني. لكن هل هي نزلت التوتر؟ لا. الفتره دي بتيجي لاي حد، معظم الناس رجال او سيدات، ياس بقى سي لو انت زهقتي كتير من الدايت، رياضه، ثبات وزن، حاجات كتير بتيجي في اوقات مختلفه. الستات لو هي متضايقه في مشكله عندها في الشغل بتطلع على الثلاجه بالليل. نتجنب ازاي بقى حدوث ان احنا نجري بالليل على الثلاجه؟ انت لو واكله ومكفيه نفسك جدا من معدل الاكل بتاعك الطبيعي في اليوم، سي انت ليكي معدل كالوريز في اليوم هتاكليها بالليل او الصبح، سي انا بحرق الحرق بتاعي 3000 كالوريز في اليوم، انا اخدتهم 2000 ونص انا تمام هخس، اخدتهم 2000 لحد 2800 انا في 100 كالوريز هتخس. نتجنب ازاي ان احنا فتره اكتئاب ان احنا نخس فيها؟ ان احنا ناكل اول اهم حاجه ان احنا اول ما نصحى نفطر، دي اهم حاجه ان احنا نعلي عمليه الحرق. وناس كتير بتجي لنا الجيم من غير ما تكون فطرانه، انا تمام واخده قهوه، انا تمام واخده تفاحيه، الكلام ده ما ينفعش يا جماعه. انت عايزه تخسي وتقللي كميه اكلك تمام، بس في الناحيه الثانيه ان احنا ما نعملش هدم للعضلات عشان ما نخسرش عضلات جسمنا، ودي اهم حاجه. مش هتبسط لما اشوف توتال ميزان ناقص، بس انت في مصل بتخس في جسمك، ودي اهم حاجه في جسمنا احنا بنحافظ عليها. وبالعكس الترينر الصحي اللي هو بنزود المصل اللي في جسمنا مش بنقللها، انا مش هفرح ان انا هقل على الميزان وتوتال جسمي بيخس كل حاجه وانا مش عارفه انا بخس ايه، فانا اتبسط الله انا خسيت 2 3 كيلو وانا مش فاهمه ان انا بخس ايه، مصل، ميه، فات. انا عايزه اهم حاجه تكوني عارفه انت بتخسي ايه، اهم حاجه تكوني عارفه انت بتخسي ايه، ده نمبر 1 انك عايزه تروحي الجيم تكوني عامله الان بودي عشان تخسي صح. تخسي صح ازاي؟ احنا قلنا عشان نشيل موضوع الاكتئاب، كلنا بنعدي في مرحله اكتئاب. انا هفكر يعني انا واحده عايزه اوصل لحاجه معينه، هفكر قبل ما انا اكل اي حاجه، ما بقولش لاي حد ما ياكلش عشان كلنا بيجي علينا فتره ان انت لازم تاكلي، ماشي هتاكلي، بس فكري في الكميات. انا سي دلوقتي عندي عزومه، هقول لنفسي لا انا مش هاكل، لا كلي، بس شو على الاقل اتبعي في اليوم ده نظام اللقمات اللي هو انت بتجيبي اصغر طبق او بتجيبي اقل حاجه، بتاكلي كل حاجه موجوده بس كميات، تفكري قبل ما تاكلي، هي الفكره ان انت تفكري قبل ما تاكلي انت اللي عايزه توصلي لايه. اكل صحي، اخليني اكل اكل صحي، اكل حاجات تخليني هاديه، مثلا اكل مثلا اشرب
كمومايل اعشاب مهدئه كده تخليني طبيعيه اهدى من نفسي. اقول لها نامي نامي كويس عشان تسترخي. حاولي على قد ما تقدري ان انت الموز ممكن اهديني يخليها تاكل وتنام. كل الحاجات دي احاول ان انا اقلل من انفعالي. يبقى اول حاجه اهدي من انفعالي، اقلل من اكلي اللي هو الشهيات بتاعه السكر والحاجات دي، اكل البدايل زي ما احنا قلناها قبل كده في حلقه ان احنا قلنا ان في بدايل للسكر، فممكن ان انا اقول لها كلي منها دي هتحاول تحسن مودك. العبي يوجا، في تمارين اليوجا بتحسن المود بتاعي وبتخليني ان انا بالتالي اعمل كده. بدل ما يزيد هرمون الكورتيزول، واول ما يزيد هرمون الكورتيزول للاسف بيرسب دهون عندي في البطن، وبالتالي احنا دخلنا ان احنا نتكلم عن ترسيب الدهون. انا رسبت دهوني فين؟ رسبت دهوني في البطن من الكورتيزول. انت اهم حاجه عندك نمبر 1 اراده، عندك اراده هتحملي وهتوصلي كل اللي نفسك فيه. هي مبدئيا تنزلي الجيم او من غير ما تنزلي الجيم، انت ممكن تخسي من غير ما تنزلي الجيم، بس الجيم يعني لجسم احسن، بيعمل تناسق للشكل الخارجي للجسم احسن، فهو الجيم مهم في كده. انت عايزه تنزلي يبقى نمبر 1 يبقى عندك اراده. بيجيلك اكتئاب وبيجيلك قلق، ما بقولش ان انت مش هتاكلي، هتاكلي، بس فكري اليوم اللي انت هتاكلي فيه وتلخبطي فيه الكميات تبقى عامله ازاي. انا دلوقتي انا هموت واضرب مثلا معلقه نوتيلا، تمام كلي، بس خديها على طرف المعلقه، خلاص انا مش قادره. يعني انت لو واحده بقى عندك اراده كويسه قوي، طب انا ممكن ابدل النوتيلا دي مثلا بربع كيلو 8 كيلو مثلا فراوله. ممكن نفس الهرمون اللي بيديه النوتيلا بيديه وحده موزايه، فانا ممكن ابدل حاجه بحاجه. هي الفكره في البدايل، انت تبدلي بدل ما تاكلي تروحي على النوتيلا، تروحي تفتحي البطرمان النوتيلا تاكلي احسن موزايه. هي نفس الهرمون اللي هيبقى مسؤول عن مسؤول عن السعاده في اللي دخلك في الشوكليت، هو في الموز. فانت فكري في نوع الاكل، الكميات، في كل حاجه هتوصلي للي انت عايزاه. اخد الاكلات اللي هي هتفيدني صحيا وفي نفس الوقت هتقلل من رغبتي للاكل، زي ما احنا قلنا موز، ممكن شوفان، ممكن اي الخضار او الفاكهه، الحاجات اللي هي فيها الياف حلوه زي التفاح، جميل. البطيخ ممكن ان انا اكله، هيديني الرغبه بالراحه وهيديني الالياف. ونلعب الرياضه اهم حاجه برضو زي اليوجا وتمارين الاسترخاء هتساعد معايا كتير. كذا عامل عندنا اماكن تخزين الدهون، كذا عامل زي الجنس، انت ست ولا راجل، الوراثه، تبع الوراثه الاهل، الجينات، الهرمونات، بتختلف من كذا الحاجه لحاجه. دلوقتي الجنس سي، انا اماكن تراكز الدهون عندي غير الراجل طبيعي، ان انا سي مثلا الست بتبقى اكتر مثلا اللور ابس، يعني في البطن السفليه، الفخذين، الرجلين، عامه الست اكتر اماكن، الكتاف، الصدرين، دي اكتر الست. وعامه الدهون في معدل طبيعي في جسم الست اللي هو يعتبر مثلا من 14 او 16 ل 24 نسبه الدهون الطبيعيه في الجسم. هي لو زادت عن كده انت هتحسي طبعا ان انت في خطر. والراجل من 6 ل 24، الراجل اكتر بالنسبه اللي هو بما يطلق عليه الكرش في الراجل، دي اماكن يعني تراكم الدهون عنده، او سي مثلا بما يطلق عليهم هم جسمهم بيبقى عامل زي التفاحيه من فوق عرض ومن رجليهم تحت رفيعين شويه، فهو ده اكتر على الرجاله اللي هو من فوق بيبقى فيه دهون قوي في الدراعات، الظهر، الجناب، وتحت بيبقى رجليهم شويه رفيعين. مهما تلاقي راجل عامه يعني سي مثلا 80 في النسبه منهم في الميه، بتختلف بقى من ست الراجل او بالنسبه يعني بتختلف طبيعي. الوراثه بقى 50% من جسمنا وراثه لاهلنا، زي مثلا انا مامتي، بابايا، اهلي عامه، تيتا عامه، الاهل كلهم، انا لو اهلي 50% منهم فيهم سمنه، انا معرضه بنسبه 50% منهم ان انا يكون عندي نسبه سمنه 50% مش اكتر. بس انا لو واحده محافظه على جسمي طول حياتي،
واخده بالي من اكلي اللايف ستايل بتاع حياتي واكلي وكل حاجه، اكيد مش هتعرضي. طول ما انت واخده بالك من نفسك اكيد مش هيحصل لك التعرض للاصابه بالسمنه، عشان هو اكيد ده تعرض لمرض، السمنه اكيد مرض راجل او ست، فنخلي بالنا. يبقى احنا اتكلمنا عن الجنس هو اللي بيحدد من نوع الست الراجل، الجينات، الهرمونات بتختلف. لو انت متضايقه ممكن في الفتره دي جسمك بيبقى بيخزن فتره دهون، الفتره دي بتختلف. في حد يجي لي يا دكتوره انا عندي دهون مترسبه في جسمي، مترسبه فين؟ ده انا مترسبه في ايدي، لا ده انا مترسبه في رجلي، ده انا مترسبه في الفخذين، ده انا مترسبه في ظهري. للاسف ان انا هقول لهم اقبلوا بالامر الواقع، كل واحد وجسمه بيخزن دهون في زي ما هو عايز. دي يعني مثلا اقبل جسمك في السراء والضراء. ليه؟ هو هيتخزن على حسب جسمك، على حسب عمرك، على حسب سنك، على حسب الوراثه، على حسب بقى اكتر حاجه ايه الهرمونات، ان الهرمونات بتاعتي هي اللي بترسب الدهون في كل حاجه. يعني زي ما انا قلت قبل كده في ساعه التوتر وزاد هرمون الكورتيزول، للاسف هو هيرسب الدهون في البطن. هتلاقي واحده اكتر حاجه مترسبه في البطن او لا زي هرمون الكورتيزول، هرمون الكورتيزول زاد معاكي في التوتر وزود نتيجه السكريات، فبالتالي هقول لها ابداي قللي من السكريات، ابداي اعملي قللي من التوتر، نسحب السكر تدريجي. بدات انها تساعد نفسها. ليه؟ لان انا مفيش حاجه عندي ان انا حميه او غذاء او دايت للارداف، دايت للبطن، دايت للظهر، دايت ان انا اخسس دهون كذا، دايت او الرياضه نفسها توزع الدهون. لا هي بتساعد. يعني مثلا انا عندي دهون في ايديا، فاقول لها مثلا حاولي تلعبي ضغط، مثلا شيلي دمبل، شيلي ازازه ميه ولو مره لتر لترين، اعمليها 20 دقيقه مرتين في الاسبوع، حاولي كده، دي هتساعدك. طبعا اهم حاجه لازم اعرفها ان الدهون اصلا مش هتترسب إيه لو انا جسمي كويس او وزني معقول، الدهون هتبدا تترسب لو انا وزني زياده، انا وزني زياده فالدهون بدات تترسب على حسب نوع جسمي، على حسب الهرمونات اللي زايده عندي، سواء التستوستيرون قل عندي مثلا فبيترسب في الدراع، سواء الكورتيزول زاد في جسمي فزود في البطن، سواء الهرمون الاستروجين تزود في الفخذين، سواء مثلا الثيروكسين لما بيقل في الناس اللي عندهم الغده الدرقيه، بالتالي رسب الدهون في الظهر. وبالتالي لازم ادخل له اقول له خد الحاجه اللي هي تساعده، زي مثلا ثيروكسين اقول له لازم ياخد الدواء ويظبط الجرعه بتاعته، اقول له مثلا خد الحاجات اللي فيها اليود، فيها مثلا زي محار المحارات، الحاجات بتاعت الاسماك، الحاجات دي كلها بتبدا تظبط الهرمونات بتاعت الثيروكسين مع الدواء مع الرياضه، دوت اللي هو مترسب في الظهر. في واحد تاني يقول لي لا ده انا مترسبه مثلا في البطن، اقول له زي ما بقول لك كورتيزول قلل التوتر قلل السكر. واحد تاني هيقول لي لا ده انا مترسب اللي هو مرسب في دراعه، ده نقص التستيرون، ودايما بيلاقي في زياده كل ما الناس كبرت في السن تلاقي التستيرون قل بدات تترسب في الدراع. فاقول لهم حاولوا ان انتوا تزودوا مثلا اكلكم في الافوكادو، عشر الغراب، الحاجات دي كلها بتبدا انها تظبط الهرمون بتاع التستيرون، وبالتالي هتبدا ان احنا نساعد. وطبعا مع الاكل الصحي الاساسي اللي احنا بنظبط فيه نقل وزننا عشان تبدا الدهون تتوزع. انا لو مكفيه نفسي وجبات صح وستارت من يومي صح، حتى لو انا عندي اكتئاب، حتى لو انا متضايقه اصحى من النوم افطر. انا في ناس كتير قوي بتيجي الجيم تقول لك لا اصلا انا ماليش نفس، لا اصلا انا ما بحبش افطر، لا اصلا انا مش متعوده اول ما بصحى من النوم ستارت يومي بكوبايه الكوفي ولا نسكافيه. عامه كل الحاجات دي غلط. هنشرب قهوه، انا ما قلتش القهوه غلط وتمام وكويسه جدا، وقبل التمرين بنص ساعه بتعلي عمليه الايض، دي تمام مفيش مشكله. بس ايه الفكره ان انا اخد القهوه امتى؟ لازم افطر عشان ما اعملش عمليه هدم للعضلات. انا لازم، هو الموضوع تعود، انا زي ما متعودتش ما افطرش اتعود ان انا افطر. لو انا بقى عايزه ابتدي اغير حياتي ولايف ستايل اكلي وكل حاجه، هو الموضوع كله لايف ستايل، تغيري تبتدي التغيير، تبتدي التغيير ان انت تتعودي على موضوع ان تفطري. نستارت نفطر ما بين كل، هو لو قسمنا وجباتنا من 4 لـ5 وجبات في اليوم مش هنحس في اخر اليوم، مش هنحس في اخر اليوم في جوع ولا عطش. واهم حاجه، اهم حاجه هو موضوع السناكس مش اوبشن، يعني سي في 3 وجبات اساسيين وفي منهم وجبتين غيرهم سناكس، السناكس ده مش اوبشن، السناكس ده مهم عشان ما تحسيش بنفسك جعانه كل شويه، ما تحسيش ان انا اباعد ما بين فترات الاكل الاساسيه فاحس نفسي ان انا جعانه واروح اخر اليوم انا عايزه اكل بقى اكل اي حاجه قدامي ما افكرش. فهو الموضوع غلط في ايه؟ ان انت بتقعدي
حرمة نفسك طول اليوم عن الأكل، وفي آخر اليوم أنا بفتكر إن أنا أكل. ما ده غلط. إن أنا لما أوقف أكل خالص خالص، مثلا سي أنا فطرت اليوم بيضة مسلوقة ونص رغيف سي مثلا، واجي في آخر الليل خالص بعد ما أرجع من شغلي وأفتكر نفسي أكل مثلا، طب ما ده غلط جدا. أنت كده بتوقف حرقك وأكلك وسعراتك الحرارية. أنت لما تيجي تبتدي تاكل أقل حاجة هترجع تتخن، فده مش صح. احنا تنظيم الاكل والوجبات اللي هي من 4 لـ5 وجبات في اليوم هو ده اللي بيساعدنا على الحرق، ده اللي بيزود مستوى الحرق في جسمنا. انت توقفي اكل فده اوحش حاجه بتعمليها في حق نفسك، ان انت تحسسي نفسك ان انت جعانه، ان انت الجهاز الهضمي ادى بقى اشاره لمخك ان انت جعانه، انت كده فعلا في مشكله. انت حاجتين ما ينفعش تحسي بيهم، ولا جوع ولا عطش. العطش اساس اساس لو انت بتعملي دايت او حياتك عايزه حياتك بقى صحية، جمال شعر سكين نايت كل حاجة في جسمك عايزاها أحسن، استثارت أقل حاجة المية. انتي المية أهم حاجة في حياتك. يبقى احنا في الاخر وصلنا ان احنا كلنا وقفنا نفسنا في التوتر، من احنا ازاي نعالج نفسنا من التوتر والهجوم بتاع الاكل علينا في التوتر. في الاخر التوتر دخلنا على تخزين دهوننا. يبقى احنا نوجهت وانا وجهتك او قلت لك توترك هيوصلك ليه ودهونك هتوصلك ليه. الدهون هتتخزن، شكلك هيبقى وحش، انت هتتضايق لانها هتترسب بعد كده. مش هتترسب بس في جسمك او في الحاجات دي، ممكن تترسب في العضلات، في الدهون في الجسم، هتعمل اللي هي الدهون على الكبد، هتعمل دهون في العضلات، كل الحاجات دي بتموت العضله كمان. فدي نقطه احنا نسيناها ومهمه. فانا ملخص لكلامنا، اعالج نفسي من التوتر عن طريق الرياضه، عن طريق التغذيه المفيده او عصير مفيد يخليني افصل ويكون طبيعي من غير سكر، اخليني ان انا الدهون بتاعتي صحيه دايما، ابدل الدهون الغير صحيه بصحيه. عندي دهون صحيه كتير في زيت الزيتون، الافوكادو، السلمون، التونه، الحاجات دي كلها فيها دهون الاوميجا 3، فيها حاجات مكسرات نفسها فيها دهون صحيه بتفيدني وتديني متعه وسيروتونين حلو وكل حاجه. هنصح بعض النصايح، اني لو انت قلقان او سي انت يعني قلقانه تغيري مود تعملي ايه. عامه الرياضه، اي نوع رياضه هيغير من نفسيتك، اي نوع رياضه. ان شاء الله المشي في الشارع، لو مش قادره تروحي جيم وما عندكش امكانيه ان انت تروحي تتمشي في تراك جيم اي حاجه، المشي لوحده هيخسسك، هيغير من مودك. تمام. اول حاجه هفكر، بس يعني قبل اي حاجه هفكر في اللي انا هاكله. طب ده هاكله دلوقتي وهبسط بعدين. سي ساعات ما بفكرش قبل ما اكل، فكرتي بعد ما اكلتي؟ نفكر بقى وننزل نبتدي نستارت، ولا كاننا عملنا حاجه النهارده نستارت بكره ونصحى من النوم، ولا كاننا عملنا اي حاجه، نستارت حياه جديده كل يوم، حياه جديده. عكيت امبارح اصحى تاني يوم ولا كاني عملت حاجه، واصحى بستارت لايف ستايل اللي انا عايشه بيه، الاكل الهيلثي، مش علشان التخن والخساسين بس، عشان ابقى صحيا كويسه مش عشان التخن. اخر حاجه ممكن لو انا زهقانه من الجيم، من المود بتاع الجيم، ممكن اخش اي كلاس في انت بتحبي نوع كلاس، في دانس ورك اوت عالي شويه للادفانس، ممكن تخشي اي ورك اوت هتبسطي وهتغيري المود اللي انت فيه. في حلول للموضوع ده، ان هم ممكن يطلعوا طاقتهم في اي ممكن اي عمل مفيد ممكن يعملوه، سواء في البيت او اسهل، او ممكن حاجه افضل، ممكن الرياضه، الجيم طبعا افضل لهم، هيقدروا يطلعوا كل طاقتهم، فبالتالي هيبقى افضل انهم يحسنوا من اكلهم، طبيعه اليوم بتاعهم، الحياه عموما، حياتهم هتبقى بشكل صحي افضل وهكذا يعني. فالأفضل يشوفوا أي نوع رياضة مناسبة ليهم يمارسوها، فده الأفضل ليهم.
الحل في موضوع التوتر ان هو لو ماشي على برنامج صحي يبقى محسوب الكالوريز بتاعه، فبالتالي ياكل في نطاق الكالوريز الخاص بيه. يعني لكل ممبر بنعمل له برنامج خاص جميل، برنامج نيتريشن خاص، فان حصل اي مشكله او لخبطه فهو بياخد في نطاق الكالوريز الخاص بيه. اماكن تخزين الدهون بيبقى عندنا ثلاث انواع من الجسم، عندنا النوع الاول الاندو، وعندنا النوع الثاني الميزو، والثالث الاكتو. لكل نظام فيه طريقه في ليه طريقه معينه في التغذيه. مثلا نظام الاكتو بيبقى الشخص المليان بشكل عام، اوفر ويت يعني، اوكي، ده بيبقى ليه نظام معين. بالنسبه للكربوهيدرات بيبقى بالنسبه له 30%، بالنسبه للبروتين 60%، وبالنسبه للفات ممكن 20%. فبنرتب موضوع التغذيه معاه على هذا الاساس بس، وبنقسم على حسب هو بيصحى امتى وبينام امتى، بنعمل له برنامج غذائي محسوب السعرات الحراريه. اكيد طبعا لو اتبعنا الاكل الصحي، الاكل المعمول في البيت، محسوب الكالوريز، محسوب السعرات الحراريه، اكل ما بمنعهوش عن اي حاجه، بيبقى الكربوهيدرات والبروتين والدهون والفات. انا اقصد يعني لو احنا نوعنا في الاكل ده اكيد مش هيحصل سمنه، بس طبعا ناخد بالكالوريز اللي جسمنا محتاجه مش اكتر من كده. غالبا سمعنا كتير ان اي حد حالته النفسيه بتكون سيئه دايما بيلجأ للاكل، وده بيكون ليه نيجاتيف افكت شويه على الجسم، طبعا بيبوظ حاجات كتير. انا شايف من وجهه نظري ان الافضل بدل ما تلجأ لوسيله الاكل انك تخرج طاقتك في الاكل، ممكن تخرجها في الرياضه، في الجيم، في الحاجات دي كلها، هتفيدك اكتر وهتبقى ليها تاثير ايجابي اكتر عليك كشخص وعلى نفسيتك اكتر، وهتريح نفسيتك اكتر من خلال انك بتخرجها في حاجه مفيدة، عكس ما بتلجأ للأكل بتكون التأثير مش سلبي. هي محتاجة إرادة، يعني هي الإرادة أهم حاجة، إن أنت يكون عندك إرادة وعارف إن ده اللي هيضرك وعارف إن ده اللي هيفيدك. أنت لما تكون عارف إن في الأكل، طبعا خاصة إحنا المصريين دايما بنلجأ للأكل الدسم، الأكل اللي كله فاتس، اللي كله مبقاش مفيد دايما للجسم، لكن عكس ما أنت عارف إن ده ليه تأثير إيجابي، الرياضة لها تأثير إيجابي على كل حاجة، على جسمك، على حالتك النفسية، على كل حاجة، وبالتالي ده لازم تبقى عندك إرادة إن أنت عارف إن ده الطريق الصح اللي لازم تمشي فيه. يعني من خلال قناة النادي الأهلي أكيد ده خير توجيه لكل الناس اللي بيتجهوا دايما للأكل وإن هم يخرجوا طاقتهم في الأكل. أعتقد إن دي وسيلة كويسة جدا، إن هيكون حافز ليهم أكتر إن هم يخرجوا طاقتهم جوه مكان كله مفيد زي جيم النادي الاهلي. لا طبعا ده اكيد طبعا بيأثر عليك، انت بتبقى في سيستم للاكل معين، لو انت بتتمرن اي حاجه عامه جيم او اي تمرين بيبقى في سيستم معين للاكل علشان التخن ما يبقاش كويس خالص على التمرين ولا على اي حاجه، وبتبقى في مثلا انت لو حد في وزنه زياده وبيبقى متضايق بيجي حتى الكابتن الجيم برضه عشان يقول له انا مثلا عايز اخسس، عايز اعمل الكلام ده كله. ف يعني الكابتن المفروض انه بيديله نظام معين، لكن ما فيش حاجه يعني اسمها ان انا ببقى متضايق فبطلع غلي في الاكل او حاجه زي كده، يعني مش طبيعي. يعني انا شايف ان الناس اللي بتجري على الثلاجه دي على طول بيعملوا جسم مش كويس، وثقتهم بنفسهم بتقل بعد كده، بالرغم ان هم ممكن يستفيدوا بالضغط اللي عليهم او ان هم يطلعوه في التمرين وهيعملوا جسم احسن، ولحظه التوتر هتخرج كلها في التمرين. مع دايت كويس طبعا ثقتهم بنفسهم هتزيد اكتر وهيلاقوا جسمهم احسن، فموضوع التوتر بالنسبه لهم هيقل ومش هيتوتروا كتير. بس هو بيبقى متوتر فما بيبقاش قدامه تقريبا غير التلاجة، هي قدامه فما بيتصرفش غير انه يروح ياكل. هو الاحسن ليه ان هو يروح يضيع ضغوطه كلها في التمرين زي ما انا قلت قبل كده، يروح ينزل الجيم وهتلاقي طاقته كلها تطلع في التمرين وفي الاوزان، وهيرجع عادي كويس. وبرضه لازم يفكر ويشوف هو وصل لايه وتحسن ازاي وجسمه تحسن ازاي، ف
فيشوف الصور دي هتخليه يبعد عن الاكل ومش هيرضى. بس لما ببقى متوتر بنزل اتمرن او بنزل اتمشى اجري اي حاجه فطاقتي كلها بتطلع ساعتها فما بيبقاش في حاجه. هو انا مثلا وقت الانفعال يعني مش هطلع الانفعال دوت في الاكل، تمام؟ يعني الانفعال دوت انا لو طلعته في الاكل انا ممكن ابوظ الدايت، ابوظ جسمي. يعني انا عارف مثلا ان الموضوع ده مضر، تمام؟ فممكن اطلع الانفعال دوت في التمرين مثلا، في الرياضه، في اي حاجه ما تبقاش مضره ليا، تبقى حاجه مفيده ليا. الواحد المنفعل ممكن ينزل يخش جيم، ايوه يلعب جيم او الفاكهه وكده بتقلل الكالوري. يعني لو في حد عاوز يخس وحاجه ياكل فاكهه كتير، الفاكهه عامه بتشبع يعني. وقت التوتر بنزل جيم بطلع الضغط في جيم. وبكده عرفنا هنعمل ايه في حالة التوتر والقلق في الأكل. استنونا في حلقة جديدة من الأهلي دايت.